مددت محكمة باكستانية الحبس الاحتياطي لخمسة شبان أمريكيين مسلمين يشتبه في صلتهم بالإرهاب. وقالت مصادر في الشرطة إن هذه الخطوة ستتيح للسلطات مزيدا من الوقت لإعداد لائحة الاتهام وتقديمها للمحكمة المختصة، مشيرة إلى أنها ستتضمن محاولة تجميع مواد من شبكة الإنترنت لتنفيذ أنشطة مسلحة. يذكر أن اثنين من الشبان الخمسة هم من أصول باكستانية والآخرون من أصول مصرية ويمنية وأريترية. وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض عليهم هذا الشهر أثناء وجودهم في إقليم البنجاب جنوب شرقي العاصمة إسلام آباد.